روسيا وجهت ضربات عنيفة على الأراضي الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. الأوساط الأوكرانية، الأوساط الروسية، وسائل الإعلام الغربية بأكملها كلها تحدثت عن هذه الضربات العنيفة للغاية بهذه الطريقة، وجاء الإنذار في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم بهذا الشكل على جميع الأراضي الأوكرانية، وذلك بسبب تحليق هذه الطائرات وهذه القاذفات الاستراتيجية والنووية المهمة والخطيرة في نفس الوقت الروسية تحديدا، ألا وهي التيو-160، وهي تعتبر البجعة البيضاء كما يطلقون عليها، وأيضا التيو-95 القاذفة الاستراتيجية النووية، وهي حلقت في الأجواء الروسية وبدأت تهدف إلى القيام بعملية تجاه الأراضي الأوكرانية، ولذلك الأراضي الأوكرانية ظهرت بهذا الشكل وأصبحت تحت الإنذار. المواطنين في كييف على سبيل المثال التقطت لهم صور وهم تحت الأنفاق، تحت الممرات، تحت المخابئ، محاولين تفادي أي هجوم صاروخي كبير ممكن أن يأتي عليهم. وأساسا التفاصيل التي نشرت من قبل السلطات الأوكرانية أو إن كانت بعض وسائل الإعلام الأخرى تحدثت بأن طائرات التيو-95 تحديدا، كانت 17 طائرة من هذه الطائرات قادمة من هذا الاتجاه من منطقة يطلق عليها أوليني غورسك بهذا الاتجاه، وبأنها جاءت إلى هذه المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك أن طائرات التيو-160 كانت قادمة من منطقة بحر قزوين التي ترونها هنا بهذا الاتجاه. وبالتالي لو تلاحظ فأنت أمام تغطية شاملة لطبعا الأراضي الأوكرانية بهذا الشكل، يغطون وغطوا كل شيء تماما، لا مشكلة أبدا. ولذلك طبعا ظهرت المدن باللون الأحمر الذي نتحدث عنه، بالإضافة إلى ذلك أن الأمور لم تكتفي وليست فقط قادمة من هذه الطائرات، وإنما كانت هنالك سفنا حربية تحدث عنهم الأوكرانيين، روسية من الأسطول البحرية الروسي قادرة، وهي تطلق طبعا الصواريخ وصواريخ الكاليبر، وقادرة الواحدة منها على حمل 24 صاروخا من صواريخ الكاليبر، بالإضافة إلى غواصتين أيضا قادرة على إطلاق صواريخ الكاليبر كانت في البحر الأسود متواجدة تستعد للقيام بهذا الهجوم. وفعلا بدأت تأتي الصواريخ وهي تضرب المدن الأوكرانية، عدد من الأهداف، أهم هذه الأهداف وأبرزها هي كانت العاصمة الأوكرانية طبعا كييف، بالإضافة إلى ذلك كنا أمام ضربة تجاه سومي وأيضا تجاه خاركيف، وأيضا كانت هنالك ضربة ضد دنيبرو وعدد من المدن الأخرى الأوكرانية، وأهمها والأكثرها طبعا تأثرا هي بافلوغراد، هنا تقريبا بهذا الاتجاه بافلوغراد. أين هي بافلوغراد؟ بهذا الاتجاه قريبة طبعا من دنيبرو، تعرضت أيضا إلى الضربات العنف، هي الأكثر تأثرا بالضربات الصاروخية التي نتحدث عنها، وكانت هنالك لقطات غير واضحة من هذا الهجوم الصاروخي، ولكن الأصوات كانت واضحة للانفجارات تحديدا التي تأتي في داخل مدينة بافلوغراد. عندما تستمعون للصواريخ الناس كانوا يصورون يمينا وشمالا من داخل منازلهم، واضحة الأصوات للانفجارات. أيضا كانت هنالك لقطة في بافلوغراد لضربة جاءت على سكة حديدية، كانت ويقال بحسب التقارير أن هنالك شحنة للقوات الأوكرانية أو المنظومات الدفاعية الأوكرانية تنتقل في تلك السكة الحديدية واستهدفتها القوات الروسية كبداية، وبعد ذلك بدأت توجه الضربات التي نتحدث عنها. الدمار جاء بهذا الشكل في نفس المدينة التي تحدثنا عنها بافلوغراد، وتلاحظ من هذا الدمار بهذا الشكل. قالت السلطات الأوكرانية بأن سقط العديد من المدنيين بسبب هذه الضربات، منازل مدنية طبعا قد ضربت وقتل أكثر من الضحايا 34 شخصا من ضمنهم 5 أطفال. طبعا الأوكرانيين يقولون أن الروس يستهدفون المدنيين، الروس يقولون لا فائدة من ضرب المدنيين أساسا، وقد تكون في بعض الأحيان هي التصدي للصواريخ الروسية من قبل الأوكرانيين، وتسقط هذه الصواريخ على هذه المناطق المدنية ويتأثر المدنيين. دائما هذه القصة هي تأتي بهذا الشكل وبهذه الطريقة. وقد تستغرب أن الهجوم رغم كل التحشيد الروسي بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت بأنها كلها كانت عبارة عن 18 صاروخا من صواريخ الكروز الروسية، وبأن الأوكرانيين تمكنوا من إسقاط 15 صاروخا، أي بما معنى 83% تقريبا نسبة نجاح في التصدي لهذه الصواريخ، تعتبر نسبة عالية. ولكن عندما تسقط هذه الصواريخ
تؤثر تماما في أهدافها. لماذا يا ترى جاء هذا الهجوم وهذه الهجمات في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم بهذا الشكل؟ هي تأتي بشكل واضح انتقاما للضربة الكبيرة التي وجهتها أوكرانيا على روسيا وعلى شبه جزيرة القرم وتحديدا على قاعدة سيفاستوبول بهذا الشكل. إذا ما لاحظنا وأخذنا عددا من الملاحظات إلى المداخن على سبيل المثال لكي نحدد هذا الموقع، هنا مدخنة باللون الأحمر واللون الأبيض وكذلك مدخنة باللون البني ومبنى كبير، والانفجار يأتي بعد المياه للبحر الأسود كما نلاحظ. وأيضا ستلاحظ لاحظ الانفجار كان كبيرا بهجوم طبعا جاء بطائرة مسيرة، وأيضا إذا ما اقتربنا سنلاحظ بأننا أمام دمار لمنشأة نفطية كبيرة واضحة من الخزانات الخاصة بها. ليس واضحا إذا ما كانت هذه الخزانات قد تأثرت فعلا من هذا الهجوم أو لا، ولكن واضح أن الدمار كبير وانفجار هائل للغاية طبعا لم يتوقعه أحد أبدا. وإذا طبعا أيضا كانت هنالك صورة للمخابرات الأوكرانية قد نشرتها قادمة من الطائرة المسيرة التي هاجمت هذه المنشأة النفطية تحديدا في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وتلاحظ من الصورة وهذه أيضا فيها علامات مهمة يجب أن ننتبه إليها، نلاحظ بأن هنالك دمارا لهذه الخزانات للوقود طبعا، وهنا 3-3-3-9 ونلاحظ بأن هنالك خزانا مميزا مع خزانات صغيرة بهذا الاتجاه لنحدد الموقع ونحدد الاتجاه الذي جاءت به هذه الضربة. هذه كانت قبل لحظات من استهداف على ما يبدو طائرة مسيرة ثانية بعد الاستهداف الأول لطائرة مسيرة أولى كانت تحاول أن تضرب هذه المنطقة. إذا ما اتجهنا طبعا إلى القمر الصناعي إلى شبه جزيرة القرم الآن إلى قاعدة سيفاستوبول، سنلاحظ بأن هذه القاعدة المهمة التي تحدثنا عنها أكبر منشأة نفطية موجودة في هذه المنطقة هي هنا. عندما تقترب منها ستجد هذه هي المنشأة. هل هي فعلا هذه المنشأة؟ عندما تتجه إلى اليمين قليلا عبر مياه البحر الأسود ستلاحظ بأننا أمام نفس المدخنة البنية أو المدخنة باللون الأحمر واللون الأبيض. نتجه إلى اليمين قليلا مع المبنى الكبير، نلقي نظرة بهذا الشكل، نحاول أن نتصرف وكأننا الشخص الذي صور هذه المنطقة. فعلا هذه هي المنشأة التي استهدفت بكل تأكيد النفطية طبعا. وإذا ما اقتربنا من هذه المنطقة التي ترونها فنحن أمام نفس العلامات تماما للتصوير الخاص بالطائرة المسيرة التي طبعا نشرتها المخابرات الأوكرانية. ها أنت أمام هذه التسعة طبعا، التسع خزانات، الخزان المنفرد وهذه الخزانات الصغيرة. إذن فعلا الضربة جاءت هنا، هذا النيران والحريق الكبير للغاية وقادم بسبب هذه الضربة. وكما تحدثنا بأن ليس من الواضح إذا ما كانت هذه الخزانات هنا هي التي دمرت أو تضررت. بشكل عام هذه الطائرة المسيرة يوضح بشكل واضح بأنها عندما اتجهت وقامت بعملية توجيه هذه الضربة كانت تحلق بهذا الشكل وبعدها قادمة طبعا من الأراضي الأوكرانية على ما يبدو طبعا بشكل واضح واعتراف من المخابرات الأوكرانية، وحققت هذه الضربة التي نتحدث عنها هنا بكل تأكيد. وكانت هنالك لقطات قد نشرتها القوات الروسية، وروسيا بشكل عام السلطات الروسية قالت بأن الطائرات التي استخدمت من قبل الأوكرانيين هي صينية الصنع. هذه قضية مثيرة، وعندما تلاحظ هذه الطائرة فهذه إحدى الطائرات التي تمكنت الدفاعات الروسية من التصدي لها، وعندما ترى إلى شكل الطائرة إلى الجناح إلى مقدمة هذه الطائرة طبعا ورأس هذه الطائرة المسيرة ستلاحظ بأنها تتطابق تماما مع طائرات سبق للأوكرانيين أن استخدموها ألا وهي ميوجين 5 التي ترونها هنا، وهي فعلا طائرة صينية. وهذه الطائرة ممكن لك أن تذهب الآن على الإنترنت لشرائها بهذا الشكل، ستجد سعرها يصل إلى 9500 دولار أمريكي بهذه الطريقة. تستطيع شراءها من الصين من دون أي مشاكل والحصول على هذه الطائرة بهذه البساطة. الأوكرانيين تصرفوا، اشتروا طائرات وقاموا بمهاجمة سيفاستوبول أو شبه جزيرة القرم وتسببوا بما تسببوا به من هذا الهجوم. وطبعا هذه تعتبر قيمة قليلة للغاية عندما نتحدث عن ما يقارب 10,000 دولار مقارنة بالدمار الكبير الذي حل بهذه المنشأة النفطية في قاعدة سيفاستوبول. ولماذا يا ترى كانت هذه القضية قد أغضبت بوتين؟ هي مسألة مهمة للغاية لأن هذه النقطة هي نقطة استراتيجية بالنسبة لهذه القاعدة. كما تحدثنا هي تعتبر الأكبر بالنسبة للمنشأة وقود مهمة للغاية، هي الأكبر والأكثر تأثيرا. عادة الأسطول البحري الروسي عندما يريد التزود بالوقود يعني يذهبون إلى هذه النقطة طبعا على الرصيف الموجود بها من أجل التزود بالوقود.
الوقود، وكذلك أن هنالك سكة حديدية مهمة تستخدمها روسيا في عملية أن تأتي السيارات أو الشاحنات الكبيرة لحمل الوقود ولتوزيعه طبعا على النقاط أو على السواحل والنقاط التوقف بالنسبة للسفن الروسية. بكل تأكيد ضرب هذه النقطة يعني أن هنالك مشكلة في تزويد الوقود للأسطول البحرية الروسية الذي يعتبر ليس بالعادية وبحاجة إلى كميات كبيرة من هذا الوقود. هنالك بعض المنشآت أو نقاط الوقود الموجودة في هذه المناطق على الجهتين في القاعدة ولكنها ليست كافية. الاعتماد بشكل كبير يأتي على هذه النقطة التي تمكن الأوكران من مباغتتها وضربها، وهنالك أساسا منشأة وقود أخرى القوات الروسية والروس بشكل عام ممكن أن يستفيدون منها ولكنها بعيدة في حقيقة الأمر، وهي تأتي في كيرش في مضيق كيرش عندما تقترب من هذا المضيق المهم المطل طبعا على بحر آزوف والبحر الأسود هو الفاصل المهم. ستجد بأن هذه هي النقطة الوحيدة الموجودة من منشآت الوقود المتبقية التي ممكن أن تأتي بكميات المطلوبة لطبعا تعزيز ما فقد من هذه الضربة ومن هذا الضرر الذي جاء هنا. وبالتالي المشكلة هنالك مسافة بعيدة تحتاج إلى وقت طويل إلى جهد طويل لكي يصل الوقود إلى الأسطول البحري الروسي طبعا من هذه المنطقة. كذلك يجب أن نتذكر أن الضربة التي جاءت على كيرش وعلى الجسر الخاص هناك قد تم إصلاحه فعلا من قبل الروس، ولكن السكة الحديدية التي تنقل الشاحنات الكبيرة أساسا والتي تحمل كميات كبيرة من الوقود قد ضربت في حقيقة الأمر. أقصد هنا السكة الحديدية لم يتم إصلاحها حتى هذه اللحظة، وبالتالي هنالك مشكلة ممكن أن يستخدموا المياه في نقل هذا الوقود ونقله بعد ذلك من كيرش إلى سيفاستوبول. هنالك مشكلة حقيقية، كل ما يستطيعون الاعتماد عليه هي سيارات اللوري على سبيل المثال لكي تنتقل عبر الجسر المدني وليس عبر السكة الحديدية، وبالتالي ممكن أن ينقل الوقود ولكن ليس بالكميات الكافية بالنسبة للأسطول البحري، وبالتالي أصبحت القرم في مشكلة حقيقية للغاية من مثل هذه الضربات بالطائرات المسيرة التي تحدثنا عنها. وفي نفس الوقت أن هذا الأمر وهذا الهجوم هو يتزامن مع توقيت حرج للغاية، مع حديث كبير عن هجوم مضاد أوكراني يعتقد بأنه سيكون باتجاه شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والوصول إلى هذه المنطقة والبدء بتهديد هذه المنطقة. والأوكرانيين يتحدثون كثيرا عن استرجاع شبه جزيرة القرم، هي لحظات صعبة للغاية، ويبدو بأن الأوكرانيين يهيئون لهذا الهجوم بشكل كبير حتى على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى الوقود. قد تبدو الأمور جميلة وتبدو رائعة بالنسبة للأوكرانيين الذين يستعدون لهذا الهجوم، ولكن أيضا من جهة أخرى الأوكرانيين لديهم مشكلة في تحقيق نجاح في هذا الهجوم. CNN الأمريكية كانت قد نشرت مؤخرا طبيعة لماذا يتأخر الأوكرانيين في هذا الهجوم ولماذا من الممكن أساسا أن يفشلوا ويخفقوا في عملية تحقيق نجاح في هذا الهجوم وأن تكون أوكرانيا هي من تحقق النجاح في هذا الهجوم. فقد تحدثت CNN هنالك عدد من الأسباب التي تجعل روسيا هي الأقوى على المستوى الدفاعي مقارنة بالأوكرانيين. تحدثوا بأن القوات الروسية تعلم تماما بأن هنالك هجوما أوكرانيا قادما، ولذلك شكلوا خطوطا دفاعية في الستة الأشهر الماضية عملوا عليها بشكل كبير من خنادق لمواجهة الدبابات، وكذلك من ألغام قاموا بزرعها في جميع المناطق الحيوية التي يبحثون عنها أو التي يحاولون الدفاع عنها طبعا. وكذلك في نفس الوقت أن عامل أو الفرصة أو عامل المفاجأة والمباغتة من قبل القوات الأوكرانية غير موجود. الكل يرى الأوكرانيين يتهيئون لتحقيق الهجمات من الخطوط التي يبحثون عنها، وبالتالي عامل المفاجأة أيضا غير موجود. والقوات الروسية في نفس الوقت وروسيا تتمتع بتفوق جوي كبير مقارنة بالقوات الأوكرانية، وهذا ما قد يعطل تماما قدرة القوات الأوكرانية. إن بدأت بهذا الهجوم فالطيران سيكون حاضرا، الخطوط الدفاعية من الخنادق والحواجز وغيرها التي شكلتها القوات الروسية في الستة أشهر الماضية ستكون كافية للنجاح في عملية الدفاع ضد القوات الأوكرانية. وقد يعتقد البعض بأن منظومات مهمة مثل منظومة الباتريوت قد دخلت ومن الممكن أن تساعد في عملية تغطية أي هجوم جوي من قبل القوات الروسية. هذا أمر صحيح
صحيح، ولكنه ليس كافيا بسبب أولا ليس فقط لحساسية هذه المنظومة أو منظومة سامب تي أيضا التي تستخدمها الآن القوات الأوكرانية. هذه المنظومات مشكلتها هي تغطي فقط 40 كيلومترا من الأجواء، وعندما تحسب المسافة من خيرسون إلى شبه جزيرة القرم أنت أمام ما يقارب 72 كيلومترا، أي أنها لا تغطي هذه المسافة بأكملها عندما تتوغل القوات الأوكرانية على سبيل المثال في عمق القوات الروسية أو في عمق الخطوط الروسية. وأيضا في نفس الوقت أن المسافة من أوريخيف إلى بحر آزوف أو من هذه المنطقة تصل إلى ما يقارب 100 كيلومتر أو أكثر من 100 كيلومتر، وهذا الأمر غير كافي للقوات طبعا الأوكرانية. يجب أن يدفعوا هذه المنظومات إلى عمق هذه الجبهات للحصول على نتيجة ولتغطية المناطق طبعا بشكل أكبر، ولكن المشكلة أيضا هذا قد يشكل خطرا على المنظومة بنفسها، ولهذا السبب الأوكرانيين يشكون كثيرا ويريدون ويطالبون بشكل واضح بطائرات F-16 الأمريكية، لأنها قادرة على تغطية 150 كيلومترا، وأنها لن تكون فقط ناجحة ومفيدة في مثل هذه الهجمات إن كانت الآن أو إن كانت في المستقبل وتكون يعني أكثر فاعلية حقيقة في هذه الهجمات، وإنما أيضا ستكون على المستوى الدفاعي قادرة على التصدي للصواريخ البالستية وغيرها أو صواريخ الكروز الروسية طبعا، وبالتالي هم يضغطون بهذا الاتجاه ولكن لا طريق. مع ذلك هم يحاولون كثيرا. يوري إغنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية تحدث يوم أمس في هذه المقابلة التي ترونها بالضبط عن مسألة لماذا يلحون ويحاولون أخذ طائرات F-16 الأمريكية، في نفس الوقت أن الديمقراطيين مؤخرا أيضا بدأوا يضغطون على الرئيس الأمريكي جو بايدن ويطالبونه بالدفع بطائرات F-16 لأوكرانيا، وعليه التسريع من هذا الأمر. وأن هنالك أنباء قادمة من وزارة الخارجية الأوكرانية من ديمتري كوليبا كان قد تحدث مؤخرا وقال بأن تلقت أوكرانيا إشارة من بعض دول الناتو بأنها مستعدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز F-16. الجميع يعي أن بدون هذه الطائرات قد تفشل كل الاستثمارات الخاصة بالناتو في أوكرانيا، وفجأة يجدون روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصرا في هذه المعركة، وهم يعلمون تماما بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط للإعلان عن انتصار كبير في مدينة باخموت، ويحاول إنهاء مسألة السيطرة على مدينة باخموت قبل 9 مايو. 9 مايو بالنسبة لروسيا هو يعتبر يوم النصر، اليوم الذي انتصر فيه الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في عام 1945، وبالتالي السيطرة على باخموت التي لم يتبقى منها إلا الشيء البسيط سيعتبر نقطة كبيرة لهم، يسيطروا عليها، يحتفلوا بشكل كبير ويرفعوا من معنويات الجيش الروسي. وهذا ما تحاول طبعا حلف الناتو أو أوكرانيا أو غيرها من التصدي له. فإذا ما ذهبنا إلى باخموت على سبيل المثال، وهذا يوضح الانتباه لهذه المسألة التي ممكن أن تتحقق بالنسبة لروسيا، إذا ما ذهبنا إلى مدينة باخموت هنا وحاولنا أن نقترب على سبيل المثال هنا، دعونا نقترب قليلا ولنقترب بشكل أكبر من هذه المنطقة، ستلاحظ بأن في 29 هنا من أبريل كما تلاحظ باللون الأحمر بأن القوات الأوكرانية الآن محاصرة بهذا الشكل كما تلاحظ في هذا المربع الذي يعتبر هو مربع المباني الحكومية، يحاولون الاستمرار بالدفاع. القوات فاغنر حقيقة تحقق نجاحا وتقدما سريعا في هذه المنطقة، ولكن المفاجأة أنهم قاموا بهجوم مضاد في 24 ساعة الماضية هنا كما تلاحظ كيف تغيرت هذه الصورة وكيف أنهم تراجعوا بهذا الشكل، وبالتالي واضح أن القوات الأوكرانية تحاول أن تضغط قدر الإمكان لمنع قوات فاغنر من تحقيق شيء على المستوى المعنوي، وأن يأتي يوم 9 مايو وقوات فاغنر لن تحقق شيئا، مع حقيقة أن يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر كان قد تحدث بشكل واضح وقال بأننا في حقيقة الأمر قد أنسحب من باخموت إذا ما استمر عدم تزويدي قوات فاغنر بالأميونيشنز أو بالذخيرة التي نبحث عنها. وكذلك إذا ما ذهبنا إلى منطقة أخرى ألا وهي أفدييفكا، هنا أفدييفكا، أين هي أفدييفكا؟ سنجد بأن أفدييفكا أيضا نوعا ما فيها متغيرات كبيرة جدا، وأن القوات الأوكرانية فجأة بدأت تضغط بشكل كبير هنا. إذا ما عدنا إلى 28 ستلاحظ بأننا أمام أيضا بعض المتغيرات بالنسبة للقوات الأوكرانية هنا، ولاحظ كيف اندفعت هنا القوات الأوكرانية
الأوكرانية ودفعت القوات الروسية بعيدا، ويبدو بأن هنالك رغبة أوكرانية في إفشال أي تقدم اتجاه باخموت سيطرة كاملة أو تقدم اتجاه طبعا أفدييفكا. بالتالي نحن أمام متغيرات خطيرة، ضربة هنا ضربة هناك.